السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة يا شباب نستكمل ليكشر 2 في الكورس بتاعنا الرياكشن كينيتكس، وهنكمل على الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه في ليكشر 1. كنا بدأنا نتكلم على الكونسنتريشن بروفايلز، ووعدنا ان احنا نتكلم على الإيكوليبريم دايجرامز. النهارده هنتكلم عليها، وهنتكلم على الريت ايكويشنز والبارامترز او الفاكتورز اللي هي ممكن تاثر معايا الريت اوف كيميكال رياكشنز. قبل ما نبدا بس عايز اذكر ببرنسبل مهم اللي هو لوشاتيلي برنسبل اللي احنا اخذناه في دراسه الايكوليبريم في يير 1. المبدا دوت بيكلمنا لو عندك ايكوليبريم استابليشد وانت عملت اي external influence على الايكوليبريم ديت، الايكوليبريم definitely will move in the direction يعني restoring الايكوليبريم again هو بيقول لي ايه البرنسيبل، بيقول لي if a change is imposed on a system at equilibrium the position of the equilibrium will shift in a direction that tends to reduce that change. يعني بتقلل الامباكت بتاع التشينج ده، ها، وبتحاول انها تستعيد الايكوليبريم مره اخرى. كويس. طيب ده هيبقى في بالنا دايما واحنا بندرس الايكوليبريم دايجرامز. كنت عايز برضو اتكلم على يعني لان الايكوليبريم دايما بتبقى كونسيرند ويز ريفرسبل رياكشنز، وريفرسبل رياكشنز بتبقى يعني احد انواع الرياكشنز اللي هي ممكن انها تمشي في التو دايركشنز، الفورورد دايركشن والباكورد دايركشن. طبعا يعني if you stretch يعني your mind كده وتشوف يعني الكريتيريا اوف سبنتينيتي اللي احنا اتكلمنا عليها اللاست ليكتشر، ممكن واحد يعني يفكر ازاي الرياكشن يبقى ماشي في تو دايركشنز يعني at the same time يعني فورورد وباكورد. كويس. يعني الموضوع ببساطة جدا جدا ان الـ change في free energy يعتمد على التركيز، على التركيز بتاع reactants و products. لو انت بتتكلم على equilibrium فبتتكلم ان الـ change في free energy في forward direction يعتمد على الـ reaction coefficient اللي هو واخد نفس الفورم بتاع الايكوليبريم كونستنت كده، بس مستخدم الكونسنتريشنز عند جيفن تايم. كويس. مش عند الايكوليبريم، عند جيفن تايم. فكل ما التركيز دوت يقل معايا، يعني تركيز البرودكتس على الرياكتنتس يبقى يعني تركيز البرودكتس تبقى اقل من تركيز البرودكتس، في الحاله ديت الدلتا جي هتبقى نيجاتيف عندي. الحاله دي هتبقى الدلتا جي نيجاتيف عندي. كويس. فلو هي نيجاتيف هي بس سبونتينيوس. كويس. لو اتغير الوضع، التركيزات اتغيرت معايا في الرياكشن دوت، ها الاذر رياكشن اللي هو ريفرس رياكشن هو كمان هيبقى سبونتينيوس، يعني بتغيير التركيزات وانت اثناء التفاعل اللي هو الايكوليبريم دوت، ها التركيزات بتبقى راحه جايه لغايه ما تصل الى مرحله ان الدرايفنج فورس في الفورورد دايركشن عند الايكوليبريم زي ما شرحنا المره اللي فاتت هتساوي الدرايفنج فورس عند الايه، عند الباكورد دايركشن دوت. كويس. في الحاله ديت هيبقى عندك دايناميك ايكوليبريم شغاله، هيبقى في عندك دايناميك ايكوليبريم شغاله في بوث دايركشنز. طيب هاجي ابص على احد الايكوليبريم دايجرامز ديت، عايز ابص على الرياكشن اللي قدامي دوت. الرياكشن بيقول ايه ببساطه؟ بيقول لي الكربون مونوكسيد بيتفاعل مع CL2 بيديني COCl2، بيقول لي بلس هيت، يعني الرياكشن دوت اكسوثيرميك. يعني ايه اكسوثيرميك؟ يعني دلتا اتش نيجاتيف. يعني سواء حط لك بلس هيت او حط لك دلتا اتش نيجاتيف، الاثنين دولت يعني اكسبرسنج الايه؟ الاكسوثيرميك رياكشنز. كويس. في ايكوليبريم استابليش ده اهي، فتمام، وعندي ايكوليبريم بوزيشن معين عند جيفن تمبريتشر. يعني ايه ايكوليبريم بوزيشن معين؟ يعني عندي سيرتين كونسنتريشنز من
الرياكتنتس والبرودكتس. زي ما انت شايف كده ان لو رسمت الكونسنتريشن بروفايل تركيز اجينست التايم كده هتلاقي ان التركيز بتاع السي او مثلا لو انا في البدايه كنت بادئ بتركيز 2.5 مولر من الكربون اكسيد و1.5 مولر من الكلورين مثلا, وكان السي او اللي تو ات ذا بيجينينج بيساوي زيرو. ايفينشوالي هيحصل ايه؟ التركيزه بتاعت الرياكتنتس ديت هتقل والبرودكتس هتزيد. طبعا يعني از ان الاستوكيوماتري از ذا سيم هتلاقي ان الريت اوف كونسامشن هيساوي الريت اوف برودكشن, الاثنين متساويين زي ما انت شايف كده. لكن طبعا بيزد على تركيز كل واحد انيشيالي كان ايه, هتلاقي ان البلوت يعني شيفتد في على الكونسنتريشن بروفايل. فالسي او هيقل معايا, سي ال 2 نفس الكلام, السي او سي ال 2 هيبدا يزيد لغايه ايفينشوالي ما هتلاقي ان almost التركيز بدا يبقى ايه ثابت عندي مثلا عند 15 سكند مثلا. كويس, طيب بدا يركز اهو معايا. بعد كده اما جه عند ال 20 سكند حصل برابت تشينج. برابت يعني 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 حاجه لحظيه, حاجه شارب, حصل شارب تشينج, ما هواش يعني slow change زي ما يعني ده مثلا اسميه slow change مثلا او exponential change مثلا, لكن ده اسمه sharp او abrupt change. حصل فجأة. كويس, حصل في التركيز بتاع CO, تركيز بتاع كربون مونوكسيد. هل يا ترى حصل في ال COCl2؟ لا. هل حصل في Cl2؟ لا. abrupt change ده ما حصلش. لكن بعد البروبت تشينج اللي هو حصل عند ال 20 سكند دوت, ها التركيزات برضو اختلفت بعديها او حصل يعني ايه, حصل حركه في التركيزات, حصل تشينج في التركيزات. كويس, مش هنتكلم عليه, انا عايز اتكلم بس على ايه اللي حصل عند 20 سكند. تفتكر ايه اللي حصل؟ تركيز زاد فجاه مره واحده بتاع الكربون مونوكسيد. ده ممكن يحصل ليه؟ نتيجه للاديشن بتاع الكربون مونوكسيد. طبعا احنا ما كنا اتكلمنا على الاكوليبيوم قبل كده, كنا قلنا ان احد الانفلونس اللي ممكن تاثر على الاكوليبيوم ان انت اف يو اد حاجه من الرياكتنتس او البرودكتس او اف يو يعني ريموف اني ثينج فروم ذا رياكتنت اور ذا برودكت. الحاله اللي قدامي ديت ها بتقول ان حصل اديشن لكربون مونوكسيد, ليه؟ زاد التركيز بتاعه. كويس, فاثر. وخلي بالك الاديشن عندي او الريموفال بيحصل يعني انستنتينيسلي لحظيا, ها, فبيظهر قدامي في الكونسنتريشن بروفايل على طول, مباشر على طول, غير يعني تاثيرات اخرى هنلاحظ ان هي ايه لما تيجي تغيرها ما بيحصلش التشنج دوت ايه يعني ات وانس مره واحده كده. كويس, طيب ده كده حصل اديشن, فحصل زياده في التركيز بتاع الايه بتاع الكربون مونوكسيد. كويس, وبيزد على الكلام دوت يعني اكوردنج تو ريشاتيلي لو بصيت للايكويشن كده, لو انت زودت التركيز بتاع السي او الرياكشن شود شيفت تو رايت, ها يمشي ناحيه الايه البرودكشن بتاع سي او سي ال 2, يعني التركيز بتاع السي او سي ال 2 دوت هيزيد معايا ايفينشوالي, والتركيز بتاع السي ال 2 دوت هو كمان ايه هيقل معايا. فده هل ده يا ترى ريفلكتد هنا على الدياجرام؟ السي ال 2 اهو نتيجه الاديشن ديت بدا التركيز بتاع السي ال 2 ان هو ايه ان هو يقل معايا مع التايم, والتركيز بتاع السي او سي ال 2 بدا ان هو ايه يزيد معايا مع التايم. كويس, يبقى انا يعني قدرت ان انا تو يعني ترانسليت او تو انتربريت اللي تشينج اللي حصل في الكونسنتريشن بروفايل ب بالرياكشن اللي موجود, ها يعني تبدا شغل بقى يعني الاكسبكتيشن بتاعك ان انت تتوقع ايه اللي حصل, ها, وخلي بالك لازم يعني تربط كل اللي بيحصل مع بعضه, يعني ده حصل هنا اثر على اللي تحته ولا لا اثر, فلازم كل يكون مرتبط ايه ببعضه في الرياكشن ده. طيب يبقى احنا بيقول لي after reaching carbon monoxide was added to the system with system responding according to restore equilibrium. طبعا الاديشن بتاع الكربون مونوكسيد دي ثينك ان هو ياثر عندي في الايكوليبريم بوزيشن, ياثر في الايكوليبريم بوزيشن لان في تركيزات اخرى بدات انها تظهر عند الايكوليبريم, وبعد كده حصل في ايكوليبريم ثاني, حصل ايكوليبريم ثاني, يعني شايف الثبات في التركيزات دوت, ها بدات تثبت ثاني فحصل ايكوليبريم, ففي نيو ايكوليبريم بوزيشن,
في نيو اكوليبريم كونستانت؟ لا مفيش نيو اكوليبريم كونستانت، لان الاكوليبريم كونستانت يعتمد على ايه؟ على على التمبريتشر. طيب لو انا جيت ابص يا شباب على ال الفاريشن بتاع الريت مع التشنج اللي حصل دوت عندي، كويس، انت ضفت هنا عندي كربون مونوكسيد دي، وات دو يو ثينك، يعني وات ويل ات افكت الريت اوف ريكشن، ها هيأثر ازاي في الريت اوف ريكشن؟ طب احنا قلنا الريت يتناسب مع الايه؟ مع التركيز بتاع الاكتنس اللي موجود. فلو انت بصيت على يعني التركيز بتاع الكربون مونوكسيد هتلاقي ان هو زاد عندي، ها، فلما يزيد الريت اوف فورورد ريكشن هتلاقيه اوتوماتيك على طول ايه هيجرى له ايه؟ هيزيد معايا. هل ده حصل؟ اجي اشوف كده الاديشن دوت اثر معايا، ها، يعني كان في عندي ايه؟ في عندي وصلت لحاله الايكوليبريم، ده الريت مع التايم، ها، وصلنا at the beginning للحاله بتاعت الايه؟ الايكوليبريم، الانيشال ايكوليبريم اللي حصلت في الاول، بعد كده جيت عند ال 20 سكند ديت قمت ضايف الكربون مونوكسيد، ها، فايه اللي حصل؟ حصل انكريز، برضو بيبقى انستنتينيوس كده لحظي وبيبقى شارب بالشكل اللي قدامي دوت في الريت اوف فورورد ريأكشن، كويس؟ ف بيزيد الريت اوف فورورد ريأكشن مباشرة، والزيادة في الفورورد ريأكشن دوت بيقلل معايا التركيز بتاع الريأكتنس، بيقلل التركيز بتاع الايه؟ الريأكتنس مع التايم، كويس؟ فمع التايم تلاحظ ان ايه؟ ان الريت اوف فورورد ريأكشن بدا يقل تاني، والريت اوف باكورد ريأكشن بدا يزيد. ليه؟ لان في عندي برودكشن بيحصل اكتر في التركيز بتاع الايه؟ بتاع البرودكتس. فكل اما التركيز بتاعها يزيد كل ما الريت بتاعها هو كمان ايه؟ يزيد، فيبدا يتحرك معايا بالشكل دوت لغايه اما انتهي عند ستيتس تانيه من الايكوليبريم ما بين الفورورد وما بين الباكورد ريأكشن. ينتهي هما الاثنين عند الهاير ريتس عن اللي كانت موجوده عند الايكوليبريم الايه؟ الاولانيه. طبعا بيتساوي الاثنين هنا، يبقى وصلت لمرحله ايكوليبريم ايه؟ مرحله ايكوليبريم ثانيه. بيقول لي مع السادن، مع الاديشن بتاع الكربون اكسايد، السادن سبايك، السادن يعني حاجه يعني سبايك كده، يعني يعني حاجه مفاجاه كده ظهرت عندي زي الشعاع كده مثلا، مفاجئ ان ذا فورورد رياكشن از ذا سيستم موز ان ا نت فورورد دايركشن فولود باي سلو انكريز ان ذا باكورد دايركشن انتل بوث ريتس ار ايكوال وانس مور. طيب الستيتس الثانيه ديت لو انت عندك نفس الايكوليبريم ديت وعملت ديكريز في التمبريتشر، طبعا الرياكشن زي ما اتفقنا ان هو اكسوثيرميك، صح؟ نرجع نبص تاني كده، عندي الرياكشن اكسوثيرميك، الرياكشن ريفرسيبل. طيب دوت الكونسنتريشن بروفايل اللي حصل عندي عند 7.5 سكند دوت، فوجئت ان التركيز بتاع الكربون مونوكسيد بدا ان هو يحصل له ايه؟ ديكريزنج بالشكل اللي قدامي دوت. والديكريز دوت ما هواش شارب، مش شكل سبايك، وحصل انكريز في التركيز بتاع السي او سي ال 2، وحصل ديكريز برضو في التركيز بتاع السي ال 2، يعني التركيزات بتاعه الرياكتنتس قلت والتركيز بتاع البرودكتس زاد معايا مع التايم. ايه اللي ممكن يخليني يعني، هل مثلا اتصور ان انا عملت اديشن لسي او سي ال 2 مثلا؟ لا، لو ده عملت اديشن لسي او سي ال 2 كان هيحصل التشينج ايه؟ زي السبايك كده موجود الاول وبعد كده يحصل التشينج. انما اللي يجي في بالي على طول في الحاله ديت، في الكيس ديت، ان حصل تشينج في تمبريتشر، حصل تشينج في التمبريتشر، والتشينج في التمبريتشر بياخد تايم على بال ما يحصل ايه؟ على بال ما يعمل ريستورنج للايكوليبريم الجديده، كويس؟ ف طيب ال 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 انت اللي حصل عندك ان انت عملت لورنج للتمبريتشر، ديكريز في التمبريتشر، والرياكشن دوت اكسوثيرميك، فلما تيجي تقلل الحراره، ها، ديفينتلي الرياكشن هيمشي في الاتجاه الفورورد، الفورورد يعني اللي هو بيزود تركيز البرودكتس، ماشي، ويقلل تركيز الايه؟
الرياكتنس الموجود. فده ده يعني الديسكربشن اللي يمشي مع الدياجرام اللي قدامي ده، البلوت اللي هو الكونسومشن بروفايل اللي موجود قدامي. كويس. طيب لو انا جيت ابص على الريت بقى، طبعا الـ 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 يعني التصور بتاع التشنج في الريت دوت تصور الى حد ما يعني ايه كومبليكيتد شويه، لانه يعتمد على النيتشر بتاعت الرياكشن، هل هو اكسوثيرميك ولا اندوثيرميك. كويس. برضو انا عشان نفهم التفاصيل بتاعت القصه ديت محتاج ان انا يعني اعرف ان الرياكشن اللي هو بيبقى ريفرسبل دوت بيبقى ليه اكتيفيشن انرجي في الفورورد دايركشن واكتيفيشن انرجي في الباكورد دايركشن. كويس. يعني ليه بارير في الـ 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 في الفورورد، بارير في الايه في الباكورد دايركشن. طيب الاكتيفيشن انرجي دي يعني از كونكتد يعني دايركتلي للايه، للريت كونستنت اللي هو الكي فورورد ده او الكي ريفرس. كويس. طيب عند الايكوليبريم يا ترى، عند الايكوليبريم هل يا ترى الريت كونستنت دي بتبقى متساويه؟ لا مش متساويه. امال ايه اللي بيبقى متساوي؟ الريت اوف فورورد دايركشن بيتساوى مع ريت اوف باكورد دايركشن. طب الريت ايه علاقته بالريت كونستنت؟ الريت بيساوي الريت كونستنت في الكونسنتريشنز مرفوعه الباور، ها وات ايفر الباور دوت، يعني في اليمنت للكونسنتريشن بيأثر في الريت، وفي اليمنت تاني اللي هو كل البارامترز اللي موجوده جوه الريت كونستنت بتأثر هي كمان في الريت. والريت كونستنت دوت اللي هو الكي اف او الكي ار اللي موجود قدامي دوت بيتاثر بتغير التمبريتشر. طب يا ترى هل التو فاليوز دولت اكزاكتلي ذا سيم كي اف وكي؟ قلنا لا مش زي بعض. طيب هل لو انا غيرت التمبريتشر بتاع التفاعل مثلا بمقدار معين هل ده يستلزم ان انا ااثر في الريتس او في الكي اف، في الكي اف ديت بنفس المقدار؟ لا هنلاحظ ان لا مش بتاثر فيها بنفس المقدار، هيبقى بيزد على الفاليو بتاعت الكي اف ديت اللي تشينج دوت ايه هيحصل. وانا احاول ان انا اشرح التفصيل اللي موجود دوت ماثيماتيكالي عشان بس نبقى ايه، نبقى يعني حاضرين الموضوع دوت بالتفصيل. ادي مثلا اكزامبل لايه اكسوثيرميك اكستريم، يعني رياكتنس بتروح للاكتيفيتد كومبلكس او ترانزيشن ستيت، بعد كده يديني برودكتس. ده ليه اكتيفيشن انرجي في الفورورد دايركشن، وده اكتيفيشن انرجي في الباكورد، ودي الستيتس بتاعت الايه الاكسوثيرميك، يعني في عندي الدلتا اتش ديت هتبقى نيجاتيف بتاعت التفاعل. طبعا يختلف الحال لو بتكلم على اندوثيرميك رياكشن. وادي الرياكشن اللي موجود قدامي هنا اهو. طيب زي ما قلت ان الريت اوف كيميكال رياكشنز تتناسب مع الريت كونستنت، تتناسب مع تركيز الرياكتنس اللي موجوده عندي دي، كل واحده مرفوعه الباور بيساوي الاوردر بتاعها، وده هناخده في تفصيل يعني يمكن نيكست ليكشر او باي ذا اند اوف ذيس ليكشر ان شاء الله. المهم الريت كونستنت دوت ها ده از جيفن باي ارينيس ايكويشن، وهنتكلم برضه بالتفصيل عن ارينيس ايكويشن ليتر ان شاء الله. لكن اللي انا عايز اعرفه ان الريت كونستنت دوت از ا فانكشن ان ذا تمبريتشر. كويس. فور ا جيفن رياكشن، صح، اللي هو بيبقى ليه اكتيفيشن انرجي، اي تفاعل ليه اكتيفيشن انرجي زي ما اتفقنا. كويس. لو غيرت التمبريتشر هل يتغير الاكتيفيشن انرجي؟ لا ما بتتغيرش، ده كونستنت. كويس. امال ايه اللي يتغير؟ يتغير الكي، يتغير الكي. واضح. طيب لو انا جيت بالمناسبه الايه دوت ده بي اكسبوننشال فاكتور، وهنتكلم على يعني ريفلكتس ايه بعد كده بالتفصيل ان شاء الله، ايه يعتبر بالنسبه لي كونستنت دلوقتي. طيب اجي ابص بقى على الشكل بتاع التغير بتاع الريت مع اللورنج اللي حصل في التمبريتشر بتاع التفاعل اللي قدامي دوت كده، هلاحظ طبعا يعني فروم كاتاليتيك بوينت اوف فيو ها اللورنج في التمبريتشر بتاع اي تفاعل بيقلل الريت بتاعه، بيقلل الريت بتاع الفورورد دايركشن وبيقلل الريت بتاع الباكورد دايركشن، الاثنين هيقلوا هيقل كاتاليتيكالي. كويس. يعني كاتاليتيكالي بمعنى ان يعني هتلاقي هتلاحظ ان الريت نفسه بيقل معايا، الريت بيقل ايه؟ الريت انا بتكلم على الريت ها، ليه؟ لانه هيأثر في الريت كونستنت
ولان العلاقه ما بين التمبريتشر وما بين الكي علاقه طرديه، علاقه طرديه. شايف دوت هنا ايه في المقام، وعندي نيجاتيف ساين فاي انكريز في تمبريتشر ويل يعني اند اب ويز ويز ان انكريز ان ذا ريت كونستانت، واي انكريز في الريت كونستانت هيزود الريت، والعكس صحيح. فبالتالي اي تغير في التمبريتشر لورينج في التمبريتشر هيقلل الريت بتاعي، كويس. طيب خلاص، هيقلل انهي ريت؟ هيقلل الريت بتاع الفورورد وهيقلل الريت بتاع الباكورد. بس هل يا ترى الديكريز اللي هيحصل في الريت دوت هيبقى اكزاكتلي ذا سيم بنفس المقدار في حاله الفورورد وحاله الباكورد؟ لا، هنشوف بقى بالتفصيل. هو اللي حصل قدامي فعليا ان الريت بتاعهم هما الاثنين قل قدام. انا وصلت حاله الايكوليبريم عندي هنا كده، وبعد كده حصل اللورنج في تمبريتشر عن 7.5 سكند، فبوث ريتس قلوا. لكن انا ملاحظ ان الريت اوف فورورد دايركشن ها قل بمقدار اعلى، قل بمقدار اعلى عن الباكورد دايركشن. وبعد كده بدا ان ايه، ان يحصل زياده يعني سلو تشينج في او انكريز في الريت بتاع الفورورد دايركشن، وسلو ديكريز في الايه في الريت بتاع الباكورد دايركشن، لغايه اما ايفينشوالي ينتهوا هما الاثنين عند نفس الايه الريت. في الحاله ديت يعني وي يعني ذا ريكشن ريستورد انذر ايكوليبريم، انذر ايكوليبريم وذ انذر ايكوليبريم كونستانت. خلي بالك يعني ليه؟ لان التمبريتشر اتغيرت، التمبريتشر اتغيرت، الايكوليبريم كونستانت اتغير هو كمان، كويس. طبعا الريت هيتغير، هيتغير، ما قدامي هو اتغير اهو، بدل ما كان الريت هنا عند التمبريتشر الاولانيه اصبح الريت ايه لور. ليه لور؟ لان التمبريتشر بقت لور، كويس، فالريت هيبقى لور هو كمان. النقطه المهمه ان انت في عندك نيو ايكوليبريم بوزيشن، وفي عندك كمان نيو ايكوليبريم كونستانت، ده مهم جدا في حاله الايه التمبريتشر. طيب عشان نفهم الكلام دوت بالتفصيل، بيقول لي both the increase in the forward and decrease in the backward rate lead to accumulation of COCl2. يعني eventually زي ما اتفقنا ان lowering في temperature هيؤدي الى زياده في التركيز بتاع الايه بتاع البرودكت اللي موجود عندي اللي هو COCl2، كويس. طيب ادي التفصيل بتاع الارينس ايكويشن. لو انت في عندك رياكشن في الفورورد دايركشن بالشكل اللي قدامي دوت، عندي جيفن تمبريتشر 1 وغيرت تمبريتشر خليتها تمبريتشر 2، كويس، وعندك الباكورد دايركشن برضو عند ذا فيرست تمبريتشر تي 1، وعندك تاني الباكورد دايركشن عند تمبريتشر 2. انا بتكلم ده الكي اللي هنا ديت هي ريت كونستانت. طيب لو جيت تاخد الفرق ما بينهم، ما بين الكيس بتاعت F1 و F2 ديت، هتلاقي ان الايكويشن طلع بالشكل اللي قدامك دوت، ان الريلاتيف تشينج اللي هيحصل في الريت كونستانت دوت ها يعتمد على التمبريتشر ديفرنس، ويعتمد كمان على الاكتيفيشن انرجي بتاعت التفاعل، كويس. وبالنسبه للباكورد نفس الكلام. طيب لاحظ ان عندي ان تي 2 اقل من تي 1، ده معناه ايه؟ ان 1 على تي 2 اكبر من 1 على تي 1، 1 على تي 2 اكبر، يعني الترم دوت بوزيتيف والترم دوت بوزيتيف. الحاله دي انا بتكلم على ايه؟ على اللورنج في التمبريتشر، خلي بالك ها، الترم ده بوزيتيف والترم دوت بوزيتيف. طيب ده معناه ايه بقى؟ معناه ان لو انا بقارن التشينج اللي حصل هنا عندي في الريت كونستانت بالنسبه الكيس الثانيه لما حصل لورنج في تمبريتشر عن الكيس الاولانيه ها فور تو ديفرنت رياكشنز، كويس، واتغيرت التمبريتشر بنفس المقدار، كويس، فالاكتيفيشن انرجي هتبقى حكم على المقدار اللي هيحصل في التشينج في الريت كونستانت في الحالتين دي، كويس. يعني بيقول لي لو الاكتيفيشن انرجي بتاعت الفورورد اقل من الباكورد، ودي الكيس بتاعت الايه بتاعت الاكسوثيرميك رياكشن، الاكسوثيرميك رياكشن اكتيفيشن انرجي في الفورورد دايركشن تبقى اقل من الاكتيفيشن انرجي في الباكورد دايركشن، في الحاله ديت ديفينتلي هيبقى التشينج اللي هيحصل في الفورورد هيبقى اكبر من التشينج اللي هيحصل في الايه في الباكورد. التشينج اللي هيحصل في الفورورد دايركشن هيبقى
اعلى من التشينج اللي هيحصل في الريت كونستنت في الباكورد ايه في الباكورد دايركشن. ودوت اللي احنا شفناه فعليا ان حصل تشينج في الريت اعلى في حاله الايه الفورورد دايركشن. نزل الريت الى مقدار اعلى من حاله الايه الباكورد دايركشن. وانا بحاول اعمل يعني جنراليزيشن للايكويشنز ديت لاي يعني رياكشن سواء بقى كان اندوثيرميك اكسوثيرميك. ها التشينج اللي حصل ده لورنج في تمبريتشر او هيتنج اب للسيستم مثلا. ها الايكويشن ديت هتبقى فاليد معايا للايه لاي كيس انت ممكن ايه تتكلم عليه اللي هو معدل التغير بتاع الريت كونستنتس في الباكورد دايركشن اذا تغيرت التمبريشن تمبريشن 1 الى تمبريشن 2 بالنسبه للي هيحصل في الفورورد دايركشن. دوت هيبقى فانكشن في الاكتيفيشن انرجي بتاعت الفورورد ماينس الباكورد ومع التشينج اللي هيحصل في التمبريشن. لو بتطبق الكلام ده على الاكسوثيرميك هتبقى الاكتيفيشن انرجي بتاع الفورورد اقل من الاكتيفيشن انرجي بتاعت الباكورد. ولو انت بتعمل كولينج زي الستيتس اللي احنا عملناها ديت في الحاله دي الترم ده هيبقى بوزيتيف فتقدر تطبق الكلام دوت فيطلع ان التشينج اللي هيحصل في الفورورد هيبقى اعلى من الباكورد. طبعا انت يعني يو كان يعني ايماجين الكيسز الاخرى وتبدا تدرب نفسك عليها. هاو اباوت اف يو ار هيتنج اب ذا سيستم نوت كولينج ذا سيستم. How about also يعني ال endothermic reactions الحالة بتاعتها تبقى شكلها عامل ازاي. طيب هنا بيقول لي يعني بيشرح بالظبط اللي حصل في الكيرفز اللي فاتت ديت. بيقول لي ان الفورورد والباكورد الريت بتاعهم هيقل هما الاثنين وهيبقى في عندي نت باكورد movement والباكورد ريت should drop less than the forward rate. وبعد كده هيبدا يحصل ايه هيحصل يعني restoring للإيكوليبريم عند يعني another equilibrium position and equilibrium constant. فهيبدأ ال rate of forward direction يزيد معايا a little bit والباكورد يقل معايا a little bit لغاية ما يعني الاثنين هيتساووا عندي في حالة الإيكوليبريم الجديدة بس هيبقى at lower rates. طيب لو حصل يعني إيكوليبريم زي دي وبصيت انت على ال البروفايل اللي موجود عندي فلقيت ان بيحصل يعني sudden change في كل التركيزات اللي موجوده عندي كويس او البريشرز سواء كونسنتريشن او بريشرز ده جزء رياكشنز فنقدر نتكلم على البريشرز كويس. يعني التشنج دوت لو هو لوحده كان ممكن ان انا اجي اقول ان في اديشن لكربون مونوكسيد لكن ده بيصحب نفس الكلام نفس ال sudden change دوت بالنسبه للرياكتنس والبرودكتس اللي عندي اللي موجوده كويس. فده مش هيبقى مش معقوله مش طبيعي ان انا اجي اعمل اديشن لسي او مع سي ال 2 مع سي او سي ال 2 كويس. ده مش طبيعي في وان ستيب في وان سكند يعني في نفس كده لا ده ما بيحصلش. امال ايه اللي ممكن يحصل؟ ان اللي يحصل ان انت بقى بتغير الفوليوم بتاع السيستم بتغير الايه الفوليوم بتاع السيستم. ازاي بقى؟ يعني تيجي تعمل له ايه تو ديكريس الفوليوم مثلا فالتركيز هيزيد او البريشر ايه البريشر هيزيد معايا كويس. طيب هتلاقيه ام زايد معاك بالشكل اللي قدامي ده كله كويس. كل التركيزات كلها ايه كلها زادت معايا. طيب طبعا المقدار اللي موجود اللي عندي دوت ها تلاحظ ان هو ايه يعني التشنج اللي حصل دوت مش بنفس المقدار لان التشنج دوت هيبقى فانكشن في التركيز الحالي اصلا. يعني ها الـ 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 يعني لما بتغير الفوليوم ها كل واحد ليه اصلا نمبر اوف مولز في عند التركيز اللي موجود عندي هنا في نمبر اوف مولز فما بتغير ما بيبقاش نفس المقدار اللي موجود في التغير في التركيز. ده طبيعي يعني ان انت يعني مش طبيعي ان انت تشوف كل الرياكتنتس بتتغير بنفس المقدار ده الا انها تكون عند نفس التركيز كويس. لكن الحاله اللي قدامي ديت نورمال كده بالشكل ده لان في ديفرنت كونسنتريشنز عند الايكوليبريم هنا في ايكوليبريم وصلنا لها وبعد كده حصل تشينج بالشكل اللي قدامي دوت هنا. طيب يبقى انا اتوقع هنا ان حصل تشينج في الفوليوم بتاع السيستم هنا بعد كده بعد ما حصل التشينج. طب هو المفروض اكوردنج تو لشاتولي بيقول لي لو الفوليوم زاد يعني البريشر زاد عندي بيقول لي المفروض الطبيعي ان الرياكتنتس ها او السيستم والموف
in a net forward direction ها اللي هو of least particles. دي الكيس بتاعت ال decrease the volume او increase the pressure اللي موجود عندي. السيستم يعني will respond ان هو هيبقى shifting في الدايركشن اللي فيه lower number of moles او least particles. طب فين الدايركشن دوت؟ ها الايكويشن قدامي اهي، ادي الايكوليبريم، ادي في عندي في الرياكتنس في 1 مول من الكربون اكسايد 1 مول من CL2، يعني في 2 مولز رياكتنس، لكن هنا في عندي 1 مول من البرودكت، فبالتالي الرياكشن will shift in the right direction عشان يعوق الزياده في البريشر اللي حصلت في السيستم، يقلل النمبر اوف مولز اللي موجوده عندي. ودوت اللي حصل عندي في الكونسنتريشن بروفايل، ان التركيز بتاعه الرياكتنس بدات تقل زي ما احنا شايفين، والتركيز بتاع البرودكتس بدا ان هو ايه؟ ان هو يزيد، يعني الكوريبا شيفت ناحيه الايه؟ ناحيه الرايت. طيب ده ياثر ازاي معايا على يعني ياثر ازاي في البروفايل بتاع الريت مع التايم؟ بعد ما وصلت الى ايكوليبريم هنا ها البريشر زاد او الفوليوم قل، فبالتالي الكوليجنز اللي هتبقى موجوده بين البارتكلز وبعضيها هتزيد، فده معناه ان الريت بتاع الاثنين هيزيد معايا، الريت بتاع الفورورد دايركشن والريت بتاع الباكورد ايه دايركشن، لكن الاثنين مش هيزيدوا بنفس الايه؟ بنفس المقدار، لان في عندي يعني بالاضافه الى البريشر اللي موجود دوت بيبدا ان هو ايه؟ ان في عندي يعني نمبر اوف مولز هي كمان مختلفه موجوده عندي في الرياكتنس والبرودكتس، وعندي كمان شيفت هيحصل في الايكوليبريم في التركيز بتاع السي او سي ال 2، فبالتالي الريت بتاع الفورورد دايركشن هيبقى ايه؟ هيبقى اعلى من الريت اوف باكورد دايركشن، لان الايكوليبريم والايفينشوالي شيفت ناحيه الرايت، فالريت هنا هيبقى اعلى بكتير جدا بتاع الرياكتنس ان هي تروح في الفورورد دايركشن ده، هيبقى اعلى، وايفينشوالي مع التايم التركيز بتاعها بيقل، فيبدا ان الريت ايه؟ يقل معايا تاني هو كمان. برضه بالنسبه للبرودكتس ها هيبدا ان التركيز ايفينشوالي مع التايم قلنا الايكوليبريم والشيفت في ناحيه الايه؟ ناحيه البرودكتس، فيبقى التركيز بتاعها يبدا يزيد معايا انستنتينيوسلي هنا على حسب اللي احنا شايفينه هنا في الدايجرام، وبالتالي الريت بتاعها كمان يبدا يزيد لغايه اما يحصل نيو ايكوليبريم نيو بوزيشن، لكن ذا سيم ايكوليبريم كونستنت، ذا سيم ايكوليبريم كونستنت. يعني هو بيصف هنا عندي الكلام اللي احنا قلناه ان حصل يعني ديكريز في الفوليوم، ف دوت عمل انكريز في الكونسنتريشنز بتاعت الرياكتنس والبرودكتس، فالفورورد والباكورد رياكشن شود انكريز الريت بتاعهم هما الاثنين كويس. بيقول لي سينس a net forward direction is favored the rate of the forward reaction should increase more than the backward reaction. وهما الاثنين يعني will adjust يعني eventually to a new equilibrium. بيقول لي the change of volume disrupts the system if the reaction is able to respond. يعني ايه to respond؟ يعني عندك reaction في different number of moles في reactants or products ها هيقدر ان هو يعمل shift في اتجاه معين، لكن افرض ان الـ number of moles بتاعت الـ reactants والـ products are the same ها ايه اللي ممكن ان هو يحصل؟ عايزك ان انت يعني ايه تفكر في القصه ديت و think about it، و think كمان if you add a catalyst to the reaction what do you think about the reaction rate. احنا اتكلمنا قبل كده ان الكاتاليست بيزود الـ forward direction زي ما بيزود الـ ايه الـ backward direction، والتركيز بتاعه بيثبت almost مع الـ ايه مع الـ time في consumption profile، لكن how about التشينج اللي هيحصل في الريت؟ هل تقدر تقول لي مثلا ريت اوف فورورد وريت اوف باكورد هيبقى التغير بالنسبه لهم شكله عامل ازاي؟ فكر في الكلام دوت. رياكشن ريت، تفاصيل بقى عن الرياكشن ريت والايكويشن، زي ما اتفقنا ان الرياكشن ريت هو عباره عن معدل تغير التركيز بتاع اي رياكتنت في سواء رياكتنت او برودكت في الرياكشن الموجوده عندي، لكن مقسوم على ليه؟ على السكيمتريك نمبر بتاعه، او ممكن تعتبر الكلام دوت يعني ايه التشنج دوت منتظم، فاقدر اقول ان الريت بيساوي دلتا سي اي على دلتا تي، والسي طبعا هي ايه المولاريتي بتاعت الايه او الكونسنتريشن بتاع الاكتنت او البرودكت اللي موجود عندي. طبعا زي ما اتفقنا وجود السكيمتريك نمبر هنا بيخلي ان الريت على طول ايه يعني always بيبقى ايه بيبقى positive quantity. انواع الريتس،
او نوع من الريت اللي هو بنسميه الافريج ريت او الافريج رياكشن ريت. ايه الافريج رياكشن ريت دوت؟ دوت نوع من الريت لو انت بتتتبع التركيز عند تو ديفرنت تايمز، فتقدر ان انت تطرح التركيزين دولت من بعض وتقسمهم على التايم سلوت اللي انت درست فيها، فيبقى جبت الريت. فبس ده بسميه ايه؟ بسميه الافريج ريت، از ا ميجر اوف ذا تشينج ان كونسنتريشن ويز تايم. ده بسميه الافريج ريت. يعني عندك مثلا تي 1 وعندك تي 2 وعندك سي 1 وعندك سي 2، لو انت عايز تحسب الافريج ريت هتقول تي 2 ماينص سي 1 على تي 2 ماينص تي 1، كويس. وطبعا تاخد في اعتبارك كمان الايه الاستوكاستيك نمبر. طيب نوع تاني اسمه الانستنتينيوس ريت. الانستنتينيوس ريت دوت از ريت اوف تشينج اوف كونسنتريشن ات اني بارتيكولر انستنت ديورينج ذا رياكشن. يعني تيجي عند زمن معين ها وتحسب الريت عند الزمن دوت، عند يعني 5 سكند عند 7 سكند وات ايفر. طبعا دوت بيتحسب معايا بسهوله جدا من الايه من الكونسنتريشن بروفايل. لما تشوف تركيز بيتغير ازاي تقدر تيجي على اي بلوت وتيجي تاخد عند النقطه ديت، تاخد التانجنت السلوب بتاع اللاين عند النقطه ديت، عند النقطه دي ها. طيب في سبيشال كيس من الانستنتينيوس ريت دوت، ان انت لو قست الريت دوت عند التايم تقريبا بيساوي زيرو، يعني at the beginning of the reaction في الاول خالص، تاخد في الاول خالص ها اول few seconds مثلا او few يعني few seconds، خليها اول few seconds في الاول خالص، يعني السلوب فوق خالص عند النقطة البداية ها دوت هسميه الـ initial rate. يعني initial rate يعتبر بالنسبة لي instantaneous rate هو كمان. فدي special case من الايه من الـ instantaneous rate. بيقول لي is an instantaneous rate at t equal to zero, that is when the reactants are first mixed. أول ما تعمل mixing ها ده بيبقى أعلى rate طبعا، ده بيبقى أعلى rate. احنا قلنا مع التايم eventually ال rate بيقل معايا مع التايم. طيب هناخد مثال الداتا اللي احنا كنا خدناها في الليكشر اللي فاتت ديت على decomposition بتاع النيتروجين دايكسايد. بيقول لي احسب ال average rate عند ال at which is the concentration of NO2 changes over the first 50 seconds. طيب طبعا هو يقدر يحسب الريت بالنسبه للNO2، يقدر يحسبه بالنسبه للNO، يقدر يحسبه بالنسبه للاكسجين، بس هو محدد هنا الNO2. فبالتالي هاخد انا ايه، هاخد التركيز بتاع الNO2 عند عند الزيرو تايم وعند ال50 سكند دوت واطرحهم من بعض واقسم على ال50 اللي قدام ده. فدي الداتا اللي هي من اللي احنا حصلنا عليها، وطلعت هنا ايه المعدل اللي هو بتاع تغير الNO2. لاحظ ان هو معدل تغيره طالع بالنيجاتيف ساين، لكن الريت عندي المفروض ان هو ما يكونش بنيجاتيف ساين، لان لازم اقسمه على السكنتيف نمبر اللي هو هيبقى ماينس 1، فهيطلع ان الريت بتاعي بيساوي ايه؟ بيساوي 4.2×10^5 مول على اللتر سكند. طبعا اليونت ده مهم جدا، لازم تبقى عارفها، التركيز على الريت. اليونت بتاعت الريت دايما اللي هو تركيز على ايه؟ على سكند بير تايم يعني، ماشي؟ لانه معدل تغير التركيز مع الزمن، كويس؟ طيب ديت الداتا اللي يعني لو انت جيت تتتبع بقى، يعني مش اوفر ذا فيرست 50 سكند بس، لا خليها مثلا ايه من ادي من 0 ل 50 ومن 50 ل 100 ومن 100 ل 150 وهكذا. تلاحظ ان التغير الريت اللي موجود عندي دوت ايه بيحصل له ايه؟ بيقل معايا مع الزمن، ودي قاعده اساسيه ان الافريج ريت بيقل معايا مع التايم، نتيجه لان الكونسنتريشن بتاعت الاكتنس ديت ايه بتقل معايا هي كمان. طيب لو انا جيت خدت رياكشن زي اللي قدامي دوت وعايز يعني افهم يعني ايه انستنتينيوس ريت وايه الفرق بينها وبين الافريج، بيقول لي يعني خلال التفاعل دوت، ده تفاعل ايرفيرسيبل. لو انا بادئ برياكتنت ايه وما عنديش بي ايفنتشوال مع التايم هيحصل ايه؟ ان الايه دوت تركيزه هيقل والبي تركيزه ايه؟ هيزيد. لو انت حبيت تحسب الريت من خلال الانستنتينيوس كونسامشن بتاع الايه ات ا جيفن تايم، يبقى دوت هتاخد السلوب بتاع التانجنت اللي موجود في التركيز بتاع الايه، لا تتبع التركيز بتاع الايه مع التايم، كويس؟ هتلاقي ان التركيز بتاعه بيقل معايا مع التايم.
كويس. طيب ايه الفرق بين الانستنتينيوس والافريج؟ انا لو جيت عند جيفن تايم زي التايم اللي موجود قدامي دوت هنا كده دوت، عايز احسب الريت الانستنتينيوس ريت، هتقوم واخد السلوب بتاعك عند النقطه ديت، يعني المسافه ما بين A وما بين B ديت، ها هو دوت اللي هيبقى ايه، هيبقى بالنسبه لك يمثل ايه، يمثل التايم ويمثل التركيز ما بين A وما بين B، بين النقطتين دول. امال لو حابب ان انت تحسب عند نفس السلوت من التايم ديت تحسب الافريج الافريج ريت، هتستخدم النقطتين اللي هي سي ودي اللي هي على اللاين نفسه، ها ده في الحاله ديت يدي لك اللي هي الافريج ريت. طيب لو انت بقى في الحاله دي الار اي اللي هو الريت متتبعا الرياكتنت ايه، هيساوي معدل النقص في تركيز الايه بالنسبه لايه، بالنسبه للتايم. طبعا السكيمسك نمبر هنا بيساوي نيجاتيف 1، ماشي. ممكن طبعا تتتبع الكلام ده بالنسبه للبي، وفي الحاله ديت هتبقى الار بي بتساوي ايه، معدل التغير بتاع البي بالنسبه للتايم، ودوت السكيمسك نمبر بتاعه بيساوي ايه، بيساوي بلس 1. تمام. ريتس اند سكيمتري، لو انت عندك بقى رياكشن A بلس 3B بيديني 2C بلس D، كويس، وعاوز تتتبع التفاعل ده وتحسب الرياكشن، كويس. طبعا يعني لو انت بتتتبع بالنسبه لA هيبقى معدل النقص في الA، ايه علاقته بمعدل النقص في الB، ايه علاقته بالبرودكشن بتاع C والبرودكشن بتاع D. الكويشن ديت يعني ويل اكسبلين الكيس اللي موجوده قدامي ديت، ده عباره عن الريت اوف ريأكشن، ها اللي هو بيساوي ايه، بيساوي معدل تغير التركيز بتاع الرياكتنت او البرودكت، كل واحد مقسوم على السكيماتيك نمبر بتاعه، كويس. فدي علاقه. طيب لو انت بقى عندك مثلا اف يو هاف مثلا على سبيل المثال الريت اوف كونسامشن اوف بي، تقدر تحسب لي الريت اوف كونسامشن اوف ايه؟ اه في علاقه ما بينهم اهي، العلاقه واضحه اهي، في رقم 3 دوت محتاج ان انت تستخدمه عشان تحسب الايه القصه دي. طب هل لو عندك داتا بالنسبه لبي تقدر تحسب يعني اي تغير بالنسبه للسي هيحصل؟ اه ادي العلاقه ما بينهم اهي، واقدر ان انا ايه احكم بيها بالشكل ده. طبعا عشان توحد الارقام والمقامات والحاجات دي تقدر تحول الايكويشن بالشكل دوت تبقى اسهل بالنسبه لك، او ان انت يعني فاينالي الريت هيبقى ريبريزنتد زي ما هو موجود في الكيس الاولانيه اللي قدام ده، ريت اوف ريأكشن بيساوي اي، لو انت بتتتبع سواء A او B او C او D تقدر تحسبها باستخدام السكيماتيك نمبر اللي موجود قدامي. يبقى جنرالي فور اني ايكويشن زي اللي موجود قدامي ديت الريت اوف ريأكشن هيساوي الواحد على بيتا، او مع بعضهم كده هو ده السكيماتيك نمبر اللي احنا كنا اتكلمنا عليه اللي هو النيو اي اللي موجود قدامي، ودي الايكويشن اللي ممكن تستخدمها برضو ان بالنسبه للاي الواحد على الالفا في الار اي بيساوي الواحد على بيتا في الار بي بيساوي الواحد على جاما ار سي بيساوي الواحد على دلتا في الار اي الار دي، دي علاقتهم ببعضيه لما تحب تحسب دوت ايه علاقته ببعضيه وهكذا. لكن بيقول لي يعني نورمالي احنا بنهتم بالايه؟ بالريت اوف كونسامشن بتاع الرياكتنس، لما احب احسب الريت او حاجه زي كده يعني ببقى مركز شويه على هو في الحقيقه انت بتشوف انهي يعني ذا سمبلست بالنسبه لك وتبدا ان انت ايه تتتبعه في الايكويشن. طيب بالنسبه للرياكشن اللي موجود قدامي ده لو انا حبيت اطبق الكلام ده عليه وايه علاقه دوت ببعضيها، هاجي اقول ان الريت اوف كونسامشن بتاع ال N2O5 مقسوم على 2 بس في هنا نيجاتيف ساين بيساوي الواحد على 4 دي ان او 2 على دي تي بيساوي دي اوكس او 2 على دي تي. طيب لو انت مدي لك بقى يعني ريال فاليوز للريتس ديت هل تقدر ان انت تحول من ده لده؟ فبيقول لي الرياكشن بتاع البرودكشن بتاع الميثايل راديكال ده دي الايكويشن طبعا لازم تكون بالانسد، ها فبيقول لي ان الريت اوف فورميشن بتاع الميثايل راديكال بيساوي 3 مول ليتر ماينس 1 سكند ماينس 1. طبعا شايف اليونت بتاعت الريت ثابته بالنسبه لي تركيز على ايه على الزمن. بيقول لي احسب الريت اوف فورميشن بتاع سي ال 2. طيب بالنظر كده على طول انت عندك الريت اوف فورميشن بتاع الميثايل راديكال بيساوي ومدي لك الفاليو اللي هي الثلاثه دي، ها طب الريت بتاع البرودكشن او الفورميشن بتاع سي ال 2 هيبقى نصه على طول ديفينيتلي، ها هيبقى واحد ونص. طيب الريت عايز يحسب ايه تاني؟ عايز يحسب الريت اوف كونسامشن بتاع السي
H3Cl. لو انت باصص هنا البرودكشن بتاع CH3 مع الكونسامشن بتاع CH3Cl كويس، الاثنين ماشيين بنفس الريت بس with opposite sign. ها يعني اذا كان دوت برودكشن فده كونسامشن، لكن هيبقى هو نفس الكلام اللي هو يبقى اي 3 مول برلين. هو طبعا هيعلمك ازاي تستخدم الايكويشنز وتتعامل ازاي بالطريقه اللي احنا ايه يعني ريجولر زي اللي احنا اتفقنا عليها. فالسي ال 2 هيطلع فعلا 1.5 مول برليتر بير سكند، وبالنسبه للسي اتش 3 سي ال هيطلع اكزاكتلي ذا سيم زي الايه زي المسايده دي كويس. طيب الريت اوف رياكشن، الريت اوف رياكشن خد اي ريت من الاليمنتس اللي موجوده من الرياكتنس او البرودكتس واقسمه على الايه، اقسمه على السيكونتك نمبر بتاعه فتحسب الريت اوف رياكشن، فالريت اوف رياكشن يطلع بواحد ونص. طيب انذر رياكشن بيقول لي الريت كان بي اكسبرسد بالحاله ديت ذا سيم، ممكن لان ده جيوزس رياكشن فممكن بدل ما استخدم الكونسنتريشنز استخدم الايه البريشرز، وطبعا برضو اخد في الاعتبار الاستوكيوميتريك نمبر مع الجيوزس رياكشنز اللي موجوده. طب لو اختلفت الاستوكيوميتري اللي موجوده برضو تطبق الكيس زي ما اتفقنا، تستخدم الاستوكيوميتريك نمبر اللي موجود معدل تغير الضغط بتاع الان 2 او على دي تي، بس لازم احط الايه الاستوكيوميتريك نمبر بتاعه وهكذا. طيب العوامل اللي بتاثر في الريت اوف كيميكال رياكشنز، في عندي يعني سيريز من العوامل زي مثلا كونسنتريشن اوف رياكتنتس، بريشر، تمبريتشر، كاتاليست، نيتشر اوف رياكتنتس، اورينتيشن اوف رياكتنج سبيشيز والسيرفيس اريا والانتنسيتي اوف لايت والنيتشر اوف سولفنت. بالنسبه للكونسنتريشن اوف رياكتنتس زي ما احنا يعني اتفقنا قبل كده ان الريت از ا فانكشن اوف ذا كونسنتريشن اوف رياكتنتس بيزيكلي، لان كل ما التركيز يزيد معايا كل ما النمبر اوف كوليجنز اللي موجوده عندي والفريكوانسي بتاعها هو كمان بيزيد معايا، فبالتالي يعني الريت هو كمان هيزيد بتاع التفاعل. واحنا لما بنرسم الكونسنتريشن بروفايل يعني اف يو كالكوليت الانستنتينيوس ريت او الافرج ريت عند سلوت من التايم ات ذا بيجينينج اوف ذا رياكشن اند يو ريبيت ذا سيم ميجرمنتس ليتر، هتلاقي ان في عندك ديكريز، شايف الميل بتاع السلوب بتاع التغير بتاع التركيز مع الزمن بدا ان هو ايه ان هو يبقى يعني عن لور سلوب، فبالتالي الريت اوف رياكشن بيقل مع الايه مع الزمن. ده نتيجه طبعا ليه ان النمبر اند فريكوانسي اوف كوليجنز بتقل هي كمان ما بين الرياكتنج مولكيولز. طيب الايفكت اوف بريشر يعني اكزاكتلي ذا سيم، لو انت بتتكلم على جيزوس رياكشن مثلا فيعني نفس الفكره بتاعت الكونسنتريشن، كل ما البريشر بيزيد معايا كل ما الكوليجنز بتزيد هي كمان معايا النمبر والفريكوانسي بتاعتها، فبالتالي الريت اوف رياكشن بيزيد. ده طبعا يعني افكتيف في حاله الايه؟ حالة الجيزوس رياكشنز، لكن طبعا في حالة السوليدز وحالة الليكويدز طبعا ملوش تأثير، نو افكت. باي ذا واي البوتشر بريشرز اوف رياكتنس كان بي انكريزد باي انكريزنج ذا بريشر اوف ذا اوفر اول سيستم، يعني لو انت بتزود ده باي تشينجينج الفوليوم مثلا، لو بتغير الفوليوم زي الكيس اللي احنا لسه يعني دارسينها، بتغير الفوليوم البريشر بتاعت الرياكتنس والبرودكتس هي كمان ايه؟ بتتغير معايا، فده احد الالمنتس اللي ممكن تغير بيها، لكن ممكن تغير البريشر بان انت تعمل اديشن لايه؟ لانرت جاز او نون رياكتنج جاز، اي جاز ما هوش ايه؟ ما هوش انفولفد في الرياكشن اللي عندي ده. في الحاله ديت البارشر بريشرز مش هتزيد معايا. ها؟ فيعني ده بعكس تماما الكيس اللي هي بتاعت ايه؟ بتاعت تشينجينج الفوليوم. فلازم ناخد بالنا التشينج في البريشر دوت حصل نتيجه لايه؟ ماشي؟ طيب الايفكت اوف تمبريتشر بيقول لي كل ما التمبريتشر تزيد كل ما الريت اوف رياكشن بيزيد، بيزيكلي لان النمبر اوف مولكيولز اللي هي بتبقى يعني اكوايرنج المينيمم انرجي ريكوايرد تو يعني اوفر باس الاكتيفيشن بارير دوت بيزيد معايا مع زياده التمبريتشر. لو انا بصيت
ليه الديستريبيوشن بتاع النمبر اوف مولكيولز ديت مع الكينيتيك انرجي بتاعتهم. كويس، لو انت عندك جيفن سيت من البارتكلز ديت عند لو تمبريتشر مثلا اللي هي الجرين ديت، ها هتلاحظ ان ايه يعني البيك بتاعت الكيرف دوت بتاع النمبر اوف مولكيولز زي ما تركز عن تمبريتشر معينه عند كينيتيك انرجي معين. ممكن تبقى كينيتيك انرجي ديت از نوت سفيشنت ان يحصل الرياكشن، يعني ما هياش افيشنت ان انت تو اوفر باس او تعدي تو اكسيد الايه الاكتيفيشن بارير بتاع الرياكشن التفاعل نفسه. لاحظ ان هنا ايه يعني بيوصف لك ان تقريبا ان انت محتاج كينيتيك انرجي يعني في الحدود ديت كده عشان تعدي الاكتيفيشن انرجي بتاعت التفاعل. فلو انت بصيت للنمبر اوف مولكيولز اللي هي تحت الجرين لاين ديت هتلاقي النمبر اوف مولكيولز دي الاريا اللي تحتيها، لو انت عملت انتجريشن للاريا دي هتلاقي جيفن نمبر من المولكيولز. لكن لو انت عليت التمبريتشر هتلاقي ان في ديستريبيوشن اخر، وهتلاقي ان بعد التمبريتشر هي الاكتيفيشن انرجي ريكوايرد او الكينيتيك انرجي اللي ريكوايرد تو اوفر باس الاكتيفيشن انرجي هتلاقي النمبر اوف مولكيولز زادت معاك. يعني كل ما زودت التمبريتشر مور مولكيولز will be ready to participate in the reaction or in the formation of the product طبعا انت عندك البارير بتاع الاكتيفيشن انرجي، لو البارتكلز ديت ما هياش معاها الكينيتيك انرجي بتاعتها تكفي ان هي تعدي الاكتيفيشن انرجي مش هتتفاعل. طيب زياده التمبريتشر بتزود الفراكشن بتاع المولكيولز اللي هو عنده كينيتيك انرجي اعلى من اللي بنسميها threshold energy او البارير الاكتيفيشن بارير دوت اللي هو محتاجه عشان يبقى اكتيفيتد وبعد كده يبقى فيه يعني successful collision بعد كده زي ما هنشرح في النظريات ان شاء الله. ف بيقول لي انك average kinetic energy بتزيد لما بتزود temperature and number of molecules with greater energy than the threshold energy increases, number of effective collisions بتزيد هي كمان rate of reaction هو كمان بيزيد. طيب بالنسبة للكاتاليسيس قلنا ان الكاتاليس ده عبارة عن مادة بتضاف عشان تزود rate of the forward direction و rate of backward direction. ما هيش يعني simply كده بنقول ان هي ما يحصلهاش consumption في التفاعل الكاتاليس ديت، لكنها provides new passes new pass للرياكشن with lower activation energy. لو انا يعني بتصور عندي مثلا في عندي reactant هنا عند الجرين لاين دوت وعايز يروح للبرودكت دوت، قدامه طريقين، اما ان هو يمشي عن طريق الريد لاين دوت فيبقى محتاج activation energy اللي هي الريد ديت برضو كويس وهيديني البرودكت، او ان هو عنده طريق تاني باستخدام كاتاليست مثلا ممكن ان هو يمشي الطريق اللي قدامي دوت اللي هو البلو لاين دوت. ها لاحظ طبعا ان اول حاجه نلاحظها ان الاكتيفيشن انرجي بتاعت البلو لاين اقل من الاكتيفيشن انرجي بتاعت الريد لاين. لاحظ ان الاديشن بتاعت الكاتاليست ما غيرتش في الثيرموداينامك فانكشنز، يعني الدلتا اتش از سيم بتاعت الرياكشن دوت، ما حصلش اي حاجه خالص. كويس، فبالتالي الكاتاليتيك رياكشن دوت هيبقى يعني ليه ريت اعلى من الرياكشن التاني. طبعا لو انت بصيت للباكورد دايركشن هو كمان ادي الباكورد دايركشن، لو انت ماشي من هنا كده ها الاكتيفيشن بارير بتاعه من الريد من الجرين لاين دوت الى الريد لاين، شايف الفاليو شكلها عامل ازاي. فتبص بقى بتاع البلو لاين هيبقى اقل برضه، يعني الكاتاليست هو كمان قلل الاكتيفيشن انرجي في البوز دايركشن الفورورد والباكورد دايركشن، لانه يعني عمل نيو باث، اختار نيو باث ايسر ها اوف لور اكتيفيشن انرجي. طيب النيتشر اوف رياكتنس ازاي تاثر؟ طبعا الماتيريالز اللي عندي ديت بيحصل كوليجن، لو في فورسز بتدفع الكوليجن دوت ان هو يمشي في الاتجاه السكسسفول، زي مثلا ايه لو في عندك البولاريتي بتاعت المولكيولز ديت ها
متشابهة مع بعضها. مثلا لو انت عندك مثلا في ايونيك فورسز هتنشأ ما بين الرياكتنس ديت وبعضها، زي مثلا ايه؟ لو انت عندك ايونيك كومباوندز مثلا هتبقى الرياكشنز ديت تفسر عن الايه الكوفالنت كومباوند، لان الكوفالنت كومباوند تستلزم تكسير بوندز وحاجات زي كده، لكن الايونيك رياكشنز بتبقى يعني 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 الرننج اندر ذا انفلونس اوف ذا ايه الالكتريك فيلد اللي موجود ما بين الايه ما بين الاينز وبعضها. يبقى المولكيولز على حسب النيتشر بتاعتها بتاعت الرياكتنس ديت ممكن يبقى ليها ديفرنت كينيتكس. عندي كمان السيرفيس اريا، لا سيما لو انت بتتكلم على السوليد ستيت رياكشنز مثلا، او بتتكلم على جاز بيحصل له ابسوربشن على سوليد سيرفيس مثلا. ها السيرفيس اريا في الحاله ديت از بارامتر، وهل يا ترى هي السيرفيس ده اكتيفيتد ولا مش اكتيفيتد، هل هو بويزند ولا مش بويزند. ها السيرفيس اريا معايا تفرق هي كمان في الرياكشن دوت. طبعا انت حابب تزود السيرفيس اريا بتاع الماتيريال، تجربه مثلا في المعمل بتخش تعمل شاركول مثلا بتعمل له اكتيفيشن في الفورم عشان تتخلص لو عامل ادسوربشن لاي جاز مثلا ولا حاجه، تتخلص من الجاز ديت اللي هي اللي انت مش عاوزها اصلا، عشان تعمل ايه تفضي السطح دوت انت تخليه يعني افيلابل للرياكشن اللي انت هتدخله فيه، وان انت تزود النمبر اوف اكتيف سايتس اللي موجوده فيه. فتقدر ان انت ممكن بالاكتيفيشن ده بالهيتنج مثلا ممكن تعمل له جريندنج فبتصغر السايز بتاع البارتكلز ديت. ها فبالتالي السيرفيس اريا تو فوليوم ريشيو بيزيد معاك، ودي الفكره بتاعت النانو تكنولوجي، ان انت بتحاول ان انت تنزل الماتيريالز الى الايه الى ذا سمول سايز اللي تقدر توصل له. ها فبالتالي السيرفيس اريا تو فوليوم ريشيو بتزيد يعني دراماتيكالي. كويس، ده معناها ان انت بتعمل كاتاليسيس للرياكشن، او ان انت بتزود السيرفيس اريا، ده معناها بتفتح اوبن يعني 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 نيو اوبورتيونيتيز للرياكشنز ان هو يتم. ها ف يعني التشينج في السيرفيس اريا دوت بيبقى مهم جدا عندي لو انا في عندي سوليد بارتكلز انفولد في الرياكشن ده. طيب الانتنسيتي اوف لايت، في نوع من الرياكشنز بيبقى فوتو الكترو كيميكال، يعني يعني يتاثر باللايت، ها محتاج لايت، محتاج ان انت تعمل راديشن عليه عشان يبدا يحصل له يعني ايه تفاعل. ها زي ووتر سبليتنج مثلا ممكن يبقى فوتو الكترو كيميكال ووتر سبليتنج. كويس، في الحاله ديت الانتنسيتي اوف لايت مهمه جدا، بل بالعكس مش الانتنسيتي بس، كمان التايب بتاع الراديشن اللي موجود. يعني مثلا على سبيل المثال الصيحه بتاعت السولار انرجي مثلا، ها والفوتو الكترو كيميكال سبليتنج بتاع الميه، ها شغل كتير جدا اتعمل على التيتانيوم دايكسايد. التيتانيوم دايكسايد البند جاب بتاعته ها يعني مناسبه للراديشن بتاع اليو في راديشن بتاع اللايت. كويس، طيب اليو في راديشن البرسنتج بتاعه في السولار سبيكتروم بيبقى حوالي مثلا ايه يعني 4% حاجه زي كده، 4% مثلا من السولار سبيكتروم. كويس، طيب هل يا ترى التيتانيوم دايكسايد لو عملت له يعني راديشن بالسولار راديشن دوت، ها طبعا يعني اقصى حاجه ممكن ان هو يستوعبها ان هو ياخد ال 4% بتوع اليو في دوت على حسب الباند جاب بتاعته. كويس، طبعا ده لو خد ال 4% مثلا اللي بنقول عليهم دولت، يبقى الافشنسي بتاعت الكونفرجن اللي عندي اللي هتحصل في التفاعل هتبقى 100%، لكن ده ما بيحصلش، ده ممكن ياخد منها نسبه بسيطه جدا جدا جدا. ها يعني يعني ممكن تبقى مثلا 3% 4% من ال 4% اصلا. كويس، فبالتالي استهلاكه من الراديشن من السولار راديشن دوت قليل. ها لو انت جيت قارنت اليو في الريشيو بتاع اليو في في السولار سبيكتروم اللي هو حوالي 4% دوت، قارنته مثلا بالفيزيبل لايت اللي هو الضوء المرئي دوت، الضوء المرئي ليه حوالي حاجه 40% تقريبا من الراديشن في السولار سبيكتروم، حاجه 40%. يعني لو انت عندك ماتيريال تقدر تستقبل الفيزيبل لايت دوت، هتبقى انت عملت يعني ايه يعني صيحه كبيره جدا في تحول الطاقه الشمسيه الى طاقه سواء كيميائيه او طاقه كهربائيه وهكذا. يبقى انا
نوع الراديشن مهم جدا في الفوتو الكتروكيميكال رياكشنز. نوع الراديشن يو في فيزبل وات ايفر. ها طيب الانتنسيتي بتاعت اللايت بقى, ها هاو ميني يعني الفلكس بتاع الفوتونز دوت شكله عامل ازاي, ده بيأثر معايا في الفوتو الكتروكيميكال رياكشنز. طيب في بعض الرياكشنز ها شباب بتبقى محتاجه انيشيشن بس من الراديشن انيشيشن عشان يديني مثلا فري راديكال, وفري راديكال يدخل بقى في ايه في تشين بروسيس بعد كده ويبدا يكمل هو الرياكشن يعني بعيد عن الايه عن الراديشن اللي موجود عندي. في الحاله ديت الانتنسيتي بتاعت اللايت ممكن ما تاثرش معايا لان يعني بس انت عايز تعمل انيشيشن للرياكشن بالفوتو راديشن وهكذا. الافكت اوف سولفنت طبعا ده هو كمان بيأثر معايا لان احنا عارفين ان في بولاريتي بتبقى يعني متشابهه مع بعضيها, فلايت زولف لايت. ها فلو انت عندك رياكتنتس موجوده في جيفن سولفنت مثلا ليهم نفس البولاريتي ده ادعى ان التفاعل يكون ايسر ويكون ايه اسهل ويكون اسرع. فبيقول لي الرول بتاعت السولفنت ها بالاضافه لانه هو بيعمل ديزولفنج للرياكتنتس اللي موجوده, لا ده كمان بايه بروفايد مور انتراكتيف سيرفيس ها بتوين رياكتنت اند رياكتنت مولكيولز. ها بيحاول يقرب الايه الرياكتنج مولكيولز ديت من بعضيها وايه ويربطهم ببعضيها. ها وبيحاول ان هو طبعا يعني هو بيحيط الرياكتنتس بايه بسفير من السولفنتس ديت وبيقربهم ببعضهم ويسهل عمليه التفاعل. ها فبيقول لي polar molecules tend to dissolve more in polar solvents ها with more dielectric constants اللي هي البولار سولفنج اللي ليها dielectric constants عالي and react faster in them in case of diffusion controlled reactions. كمان لو انت التفاعل اللي عندك دوت diffusion controlled يعني يعتمد على ايه يعتمد على الموفمنت of reactants under concentration gradient. الموفمنت ديت الحركة دي بنسميها diffusion بنسميها diffusion الحركة under concentration difference ها دي بنسميها diffusion. لو التفاعل عندك control يعني الريت بتاعه يعتمد على الستيب ديت بتاعت الديفيوجن بتاعت الرياكتنتس من مكان الى مكان, في الحاله دي الفيسكوستي بتاعت السولفنت هتبقى مهمه لان هو هيتحرك في وجود السولفنت دوت. فلو السولفنت ده فيسكاس ها هتبقى الحركه ديت ايه ضعيفه, اما اذا كان الفيسكوستي بتاعته قليله فهيبقى الامور ايه ايسر معايا. الافكت اوف اورينتيشن طبعا زي ما اتفقنا ان يعني عشان يحصل رياكشن لازم يحصل كوليجن بين الرياكتنج مولكيولز مع بعض كويس. طيب المولكيولز ديت لو هي مش اورينتد في اتجاه معين ممكن الكوليجن ده ما يبقاش سكسسفول ممكن ما يبقاش successful. يبقى انا محتاج ان انا يبقى في عندي given orientation معين عشان ايه المولكيولز ديت تكون البرودكت اللي هو الايه اللي هو desired بالنسبه لي. طبعا لو انت بتتكلم على simple molecules الامور بتبقى سهله لان more surfaces او more ways من البروبر orientations بتبقى available بالنسبه لي. لو انا جيت بصيت مثلا رياكشن زي اللي قدامي دوت ده الكول مثلا وده ايودايد ها طبعا يعني لو بعمل بينهم رياكشن الار ديت هتتفاعل مع الاي فقريبين من بعض الاورينتيشن بتاعهم مظبوط كده بالشكل ده ده يبقى سكسسفول ايه سكسسفول كوليجن. ها اما لو الاورينتيشن مش مظبوط بالنسبه لي مش هيتم رياكشن يبقى الاورينتيشن بيأثر معايا هنا هو كمان بيأثر معايا. الاورينتيشن فاكتور اولسو افكت ذا انتراكشن بتوين رياكتنت اند كاتاليست. ها يعني نفس الكلام الكاتاليست واتجاهه فين وهكذا دوت ايه بيأثر معايا في الكاتاليسيس او بيأثر معايا في الكينيتكس بتاعت الرياكشن. طيب الريت لو سريعا كده هو عباره عن ماثيماتيكال اكسبريشن ريليتنج الريت اوف رياكشن مع الكونسنتريشن اوف ذا انفولفد سبيشيز هي برنسبل بتبقى الرياكتنس يعني كويس. احنا قلنا يعني ايسر طريقه ان انت تعمل علاقه مع الكونسنشن بتاع الرياكتنس لان هي اللي انت بتبقى بادئ بيها يعني ان رياليتي في التفاعل. ده طبعا بيبقى يعني الريليشن دي بتبقى ديفلوبد من يعني اكسبيرمنتال ريزلتس ها يعني مش بتطلع من الدماغ كده لا في عندك اكسبيرمنتس وانت بتتنبأ من خلال الاكسبيرمنتس ديت بالايه بالشكل بتاع الريترو للموضوع. هل ممكن يتم الكلام ده ثيوريتيكالي؟ احيانا يعني ممكن يبقى هايبوثيتيكال يعني ببعض الكالكوليشنز وهكذا
ممكن تتنبأ بالايه بالريت شكله عامل ازاي. لو انا عندي بقى جنرال رياكشن بالشكل اللي قدامي دوت، الريت بتاعه جنرالي هيبقى بيساوي الكي في تركيز الاي مرفوع للباور بيساوي اكس في البي مرفوع للباور بيساوي واي، كويس؟ او انا كنت اقول بيتناسب مع تركيز المتفاعلات، مثلا كل واحد مرفوع للباور بيساوي الاوردر اوف رياكشن بالنسبه له، ها فبشيل علامه التناسب واحط مكانها الريت كونستنت اللي موجود عندي هنا كده. فالكي دوت بسميه الريت كونستنت، ده بيبقى اندبندنت اوف رياكشن كونسنتريشن، لا يعتمد عليه لكن يعتمد على التمبريتشر زي ما بينا في ارينس ايكويشن قبل كده. الاكس ده بنسميه الاوردر اوف رياكشن ويز ريسبكت تو رياكتنت اي، والواي بسميه الاوردر اوف رياكشن ويز ريسبكت تو رياكتنت بي، واكس بلس واي بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن اوردر اوف الاوفرول اوردر اوف رياكشن. يعني ما اجي اقول الاوردر اوف رياكشن دوت ايه، بجمع الاكس زائد الواي، ولو في عندي اي ايتم ثانيه مشاركه بتبقى باخدها في الاعتبار برضه نفس الكلام. بيقول لي ان الكي والاكس والواي، كي والاكس والواي ده حاجه بتتعين بالاكسبيرمنت زي ما اتفقنا اللي هو اكسبيرمنتالي ديتيرمين. الاكس بلس واي بلس بلا 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 is called the overall order of reaction. الاوردر ده ممكن يبقى integer 1 2 3، ممكن يبقى negative minus 1 minus 2، ممكن يبقى 0 او fraction. الاوردر اوف reaction، اوكي؟ orders of reactants have no relationship to their stoichiometry. يعني ما اقدرش اجي ابص مثلا هنا في الايكويشن ديت البي قدامها بيتا، مثلا اجي اقول order of reaction with respect to b بيساوي بيتا، لا دي الاستوكيومتري، ها؟ ولا هي بتفيدني في حسابات الموليكولاريتي، لكن بالنسبه للاوردر لا ملهاش اي علاقه. الاكسبيرمنت هي اللي تقول لي الاوردر بالنسبه للبي دوت بيساوي كام. بيقول لي neither key nor the order can be determined from the stoichiometric or thermodynamics properties of the reaction. ليس لهم علاقه بالايه؟ بالثيرمودينامكس بتاعت الرياكشنز الموجوده. الثيرمودينامكس ليه علاقه بالايكوليبريم كونستنت، لكن ليس له علاقه بالايه؟ بالريت كونستنت ولا بالاوردر اوف ريكشن. طيب اليونت بتاعت الكي تعتمد على انواع التفاعل اللي موجود، ويعتمد على الاوردر اوفرول اوردر بتاع الرياكشن ده. يعني على سبيل المثال لو انا بتكلم على سكند اوردر رياكشن مثلا، يعني ايه سكند اوردر؟ يعني اكس بلس واي بيساوي 2، اكس بلس واي بيساوي 2، او اقدر اقول ان الار بتساوي كي في اي في بي على طول، والاكس بواحد والواي بايه؟ بواحد بالشكل اللي قدامي ده. في الحاله ديت لما احب احسب اليونت بتاعت الكي هتساوي اليونت بتاعت الار على اليونت بتاعت الكونسنتريشنز. ف الريت بيبقى فيه 1 ايتم للكونسنتريشن هيروح مع اللي تحت. في النهايه هتلاقي ان الريت كونستنت اليونت بتاعته هي عباره عن كونسنتريشن ماينس 1 تايم ماينس 1. يبقى الكلام ده يبقى اليونت بتاعت الكي از كاركترستيك للنوع بتاع التفاعل. لو انا جيت قلت لك سالتك الريت اوف رياكشن اديتك الريت كونستنت واديتك اليونت بتاعته بس، قلت لك بتساوي مثلا ايه 2 في 10 اس 5 مثلا زي مثلا لتر مول ماينس 1 سكند ماينس 1، من اليونت بتاعت الكده تقدر تعرف ان الرياكشن ده سكند اوردر. واضح؟ ولازم ان انا اخد بالي جدا من الحسابات دي. اليونت اوف كي، طب لو الرياكشن فيرست اوردر زي الشكل اللي قدامي ده، ها شوف اليونت بتاعت الكي هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى ايه؟ هتبقى سكند ماينس 1 سكند. يعني لو قلت لك اي ريت اوف اي رياكشن قلت لك ان الريت كونست بتاعته بتساوي فاليو مثلا معين، قلت لك تايم ماينس 1 سواء سكند سواء مينيت سواء اور سواء ييرز، ها بس ما فيهاش كونسنتريشن تيرمز خالص، يبقى الرياكشن ده ديفينتلي هو ايه؟ فيرست اوردر. هو فيرست ايه؟ فيرست اوردر. تمام؟ طب ايه علاقه الاوردر بالموليكيولاريتي؟ ها ليس لهم علاقه. الرياكشن زي اللي احنا خدناه قبل كده ده قلنا ان ده باي موليكيولار، صح؟ اللي هو لان في تو موليكولز مشاركين في الرياكشن. لكن ان رياليتي لو انت جيت بصيت هتلاقي ان الريت اوف رياكشن يعتمد بس على تركيز احد الرياكتنتس، كويس؟ فبالتالي هو فيرست اوردر. يبقى دوت هيبقى فيرست اوردر لكن هو باي موليكيولار. واضح؟ يبقى ليس هناك علاقه ما بين الموليكيولاريتي وما بين الاوردر اوف رياكشن. For gaseous reactions, the same concepts apply. ها؟ الريت تتناسب مع ايه؟ البريشر. طبعا في ريليشن ما بين البريشر وما بين الكونسنتريشن. وممكن يبقى يعني في جاس كونستنت، ممكن يبقى في تمبريتشر وهكذا داخلين في العلاقه دي، كويس؟ كل ده ممكن يخش في الريت كونستنت اللي موجود عندنا، يخش في الريت كونستنت، فبالتالي الريت يبقى بيساوي ايه؟ ريت كونستنت
يعني تايمز الايه البريشر، كل واحد مرفوع لباور بيساوي الايه الاوردر بتاعه. ها لو انا بصيت على الاكشن ده جيز يعني سواء كان جيز سواء كان يعني سوليوشنز رياكشنز في سوليوشنز انواع الريت لوز بقى. ها في عندي تو ديفرنت تايبس، واحد اسمه ديفرنشال ريت لو او سمبلي بسميه الريت لو، والنوع ده من الرياكشن بيريليت الريت نفسه الريت مع الايه مع التركيز بتاع الرياكتنس، زي الايكويشنز اللي احنا خدناها اللي هو ان الريت بيساوي معدل تغير التركيز مع ده الريت. كويس، ده الريت معدل تغير التركيز بتاع الايه مع الزمن، ريليت الكلام دوت مع التركيز، يبقى علاقه ما بين الريت وما بين الايه ما بين التركيز. النوع الثاني من الرياكشن من الريت لوز ديت بنسميها انتجريتد ريت لو. انتجريتد بعمل انتجريشن بقى للايكويشن اللي موجوده ديت، وفي النهايه بوصل الى علاقه ما بين الكونسنتريشن مع التايم، الكونسنتريشن بتاع الرياكتنس اللي موجوده ديت مع التايم. يعني اقدر ان انا احصل على الريت في تو ديفرنت فورمز، يا اما ديفرنشال يا اما الانتجريتد. طيب ايهما بيكون ايسر؟ التجربه هي اللي بتحدد او الظروف اللي موجوده عندك، ها هي اللي بتحدد احنا نمشي يعني نحدد الريت لو في اي طريقه، ديفرنشال ولا الريت لو. طيب يا شباب يعني ناخد اكزامبل كده على الكلام دوت، ديتيرمينيشن اوف ريت لوز بيقول لي فور ذا فولوينج رياكشن لو دي كومبوزيشن بتاع N2O5 ده الى NO2 اند اكسجين، بيقول لي اكسجين اسكيب فروم ذا سوليوشن، يعني التفاعل دوت هيبقى ايرفرسبل، اكسجين بيطير خلاص، فالباكورد دايركشن از نوت افيلبل ناو، اند ذس ذا ريفرس رياكشن هاز نو انفلونس اون ذا رياكشن بيس. طيب هو مديني داتا دلوقتي لمعدل تغير التركيز بتاع N2O5 مع التايم، بيقول لي عن زيرو تايم كان تركيزه 1 مولر، مع التايم بدا ان هو التركيز دوت يقل، فعايز يعني يعرف يحسب الريت بتاع التفاعل دوت. فبيقول لي لما كان التركيز بتاع ال N2O5 دوت 0.9، يعني ده بيحسب هو كده الانستنتينيوس ريت عند التركيز دوت، حسب الريت بالسلوب بتاعه طبعا، يعني انت ترسم الداتا ديت وتحسب السلوب، فالسلوب طلع كام؟ 5.4 × 10⁴، وحسبه كمان عن لما كان 0.45 لقاه ان هو 2.7 × 10⁴. بيقول لي هل تقدر ان انت تعمل بريدكشن الرياكشن دوت الاوردر بتاعه وذ ريسبكت تو انتو 5 شكله عامل ازاي؟ ها الاحظ ان لما التركيز بتاعي دوت ها نزل للنص، الريت هو كمان نزل للنص، او بمعنى اخر لو حصل دبلنج في الكونسنتريشن برضه حصل دبلنج في الريت. الكلام ده فيتشر للفيرست اوردر رياكشن، فيتشر للفيرست اوردر رياكشن. ليه؟ لان الريت بيساوي الكي في تركيز الاي، واضح؟ فلو حصل اي زياده هنا في الاي ها دبلنج، هيحصل دبلنج مباشر للاي للار، بعكس لو كان هنا مثلا ايه الاوردر هنا بيساوي 0 او يساوي 2، ها مش هيحصل بنفس الايه بنفس المقدار بالشكل ده. فلو انت بصيت للديتا وعرفت ان ايه، يعني طبعا تقدر تعمل الكلام دوت ما سمعتك ليه، تقدر تعوض ان مثلا عوض هنا باتنين، هتلاقي ان هنا الار هي كمان بقت بايه بضعف القيمه دي. كويس، فده فيتشرز تقدر ان انت تستخدمها مباشر لو انت حبيت تتعرف على الفيرست اوردر ايه فيرست اوردر رياكشن. سو فار يعني احنا حاولنا ان احنا نغطي الجزء بتاع الايكوليبريم دياجرامز، اتكلمنا كمان عن البارامترز اللي هي بتاثر في الريت اوف رياكشن، بدانا نتكلم على الريت لوز، وعرفنا ان في عندي تو ديفرنت تايبس الانتجريتد لو والديفرنشال لو، ويعني بدانا نحط ايدينا على الريت ايكويشنز اللي هي هتهمنا بعد كده في الايه في الكالكوليشنز، وقلنا ان الريت بيتحسب كل الريت يعني بارامترز زي الريت كونستنت والاوردر ده بيتحسب اكسبيرمنتال. فهنبدا من المره القادمه ان شاء الله ان احنا ناخد سبيسيفيك كيسز، نبدا ندرس كل ريت له لوحده، الزيرو اوردر رياكشنز، الفيرست اوردر رياكشنز، السكند اوردر رياكشنز، والتفصيل بتاعهم، وازاي ان احنا نعمل يعني ناخد اكسبيرمنتال داتا وان انا اطلع اعمل لها كالكوليشنز لكل الايه الفانكشنز الكينيتيك فانكشنز بتاعتها.
يعني اظن كده يعني احنا وفينا جزء يعني كويس برضو، واتوقف عنده ان شاء الله الى اللقاء القادم، والى ان القاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.